أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: ما حكم سب الصحابة وما حكم سب الله وسب الرسول؟ سب الله وسب الرسول كفر، ردة عن الإسلام، وسب الصحابة أيضا ردة عن الإسلام، لأن الله قال: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانه. والسبب أنهم قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم.